يشوفوا ويحضروا معنا توزيع الشهادات وتوزيع الجوائز للفائزين والفائزات. وأهلا وسهلا فيكم جميعا. يوم مليء بفن المنافسة الخطابية من تنظيم مركز إعلام في مدينة الناصرة، تخلله العديد من الفقرات الشيقة والغنية بالمضامين. افتتح البرنامج بكلمة ألقاها مدير مركز إعلام البروفيسور أمل جمال، شدد من خلالها على أهمية تعزيز وتقوية الشباب في مجال القيادة والمناظرة. قضية الفن الخطابي إنه كتير من الحالات يعني نلتمس بأنه القيادات القائمة على هذا المجتمع لا تتوفر عندها القدرة للتواصل مع الجمهور بالشكل الصحيح من أجل إيصال الرسالة التي يريدون إيصالها بالشكل الصحيح وبالتأثير الصحيح. ثم بدأت فقرات المحاكاة التي شارك بها أربعة من أساتذة الأدب العربي، حيث قام كل منهم بتمثيل شخصية من الشخصيات المفكرة التي صنعت فارقا في الحضارة واللغة. في نظري السعادة هي مفهوم نسبي لاعتمادها على القدرات الذاتية للفرد وطموحاته القابلة للتحقق. وحتى في الشريعة تعددت مذاهبه، فإننا نقول في المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون في الخاصة والعامة، ويسمون الزنادقة ومنهم حلاجبي. واتهمته ليس فقط عند المفكرين المسلمين، عند علماء الدين، عند الفقهاء. أنا اتهمني أصحابي، اتهمني إخوتي، إخوة الصوفية أنفسهم رموني بالكفر والزندقة. عشت بين أواسط القرن العاشر والقرن الحادي عشر، ولدت في البصرة وانتقلت وعشت معظم حياتي في القاهرة. أنا ومن جاء بي اليوم ضيوف غرباء دخل إلى حد ما على هذا المحفل الكريم. ثم بدأت فقرة المناظرة لمشتركي مشروع القيادة الشابة في الخطابة، حيث ينقسم المشاركون فيها إلى قسمين، أحدهم مؤيد والثاني معارض لوجهة نظر تتعلق بمواضيع شائكة في مجتمعنا، محاولا كل طرف إقناع لجنة الحكم برأيه. هذه الدورة امتدت على مدار 9 أشهر، حاولت بصورة أو بأخرى تعطي الشباب وشابات بمقتبل عمرهم آليات في واستراتيجيات في الخطابة والمناظرة والمحاكاة وفنون القيادة. هم أخذوا تدريبات كثيرة بدورات وبورشات عمل على مدار هاي الأشهر، واليوم هو الامتحان النهائي، المنافسة الختامية في هذا المجال. فاليوم اللي متعلمه بالمناظرة هو أكثر كيف نحلل المواد والمواضيع، الطريقة اللي إحنا نقدر نبني ادعاءات سليمة ومختصرة اللي نقدر نوصل فكرتنا بأحسن طريقة. وتكلل اليوم بالإعلان عن أسماء الفائزين في المنافسات الأربعة التي تمت خلال الدورة، كما وزعت شهادات إنهاء للدورة على كل مشترك المشروع.